في وقت كثر الحديث فيه عن مستقبل غزة، على الرغم من أن الحرب لم تنتهي بعد، وزير الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت يقدم خطة لإدارة القطاع بعد الحرب لا تشمل لا حماسة ولا إدارة مدنية إسرائيلية حسب فرانس بريس. الخطط التي قدمها جالانت للمجلس الوزاري الحربي والتي ما زالت قيد النقاش تتحدث عن سلطة مدنية فلسطينية موالية لإسرائيل، بشرط أن يبقى الجيش الإسرائيلي قادراً على التحرك في القطاع بحرية للحد من أي تهديد محتمل، من دون أن يحدد معنى حرية التحرك، هل هي سيطرة عسكرية تامة أم لا؟ ويتحدث المقترح أيضاً عن ضرورة مراقبة الحدود بين غزة ومصر عبر تقنيات متطورة تدفع ثمنها أمريكا. أما إعادة إعمار غزة فستتكفل بها بعض الدول العربية حسب المقترح. الخطة لا تتضمن وجوداً مدنياً إسرائيلياً في القطاع، بمعنى آخر لا استيطان ولا تهجير للفلسطينيين.